تنظيم كاس عالم ولا كاس افريقيا وتنظيم دوله دونك في جزء حاجات اساسيه هي لا سيكوريتي اي الانفراستركتور تطلبهم الفيفا او الكاف من الدوله. اليوم صحيح ملعبنا مش في حاله طيبه ولكن في 6 شهور اذا كان اليوم نقول انا دون 2020 مثلا 2021 باش ننظم كاس افريقيا انا قادري. علاش قادري اليوم رادس في شهرين نجم يحضر، اليوم في عام ويش منزه نجم يحضر، اليوم سوسة صحيح عنده عام ونص ما تنجمش تكون قبل، صفاقسي نجم يلعب، بستيري نجم يلعب، مجهود اضافي قفصة او قابسي نجم يلعب. دونك اليوم تونس اذا كانت تتمنى هي وقتاش ما جيش في شهرين نقول باش نضمن كاس افريقيا، تاخذ على الاقل عامين وثلاثة صحيح قادرين نقبل في خلال عامين انه الدولة التونسية صارت قادرة. وانت تفكر كرئيس جامعة تطمح انك تقترح الاقتراح هذا او انه الدولة تتبنى اقتراح هذا ان شاء الله مش وقته؟ لا 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 ما هو 2023 محسوم في غينيا اما لازم بدات نحضر واحنا باش لا قدر الله غينيا ما قدرتش تنظم وصعيب ياسر باش تقدر. انا اللي نعرف على غينيا مش غينيا اللي سوية غينيا اللي فيها ملعب واحد ومتوسط جدا في 3 سنين باش تعمل 4 ملاعب صعب جدا. دونك نتصور انا 2023 مش باش تكون غينيا، دونك تونس لازم تحضر نحضروا احنا باش اذا كان باش تقترح الفكره هذه على الدوله باش نقترحها.